محمد بنتاج مثلا لما جه الزمالك، انت كنت، هل انت كنت تتوقع في اول ظهور ليه المستوى ده؟ لا انت ده كنت احنا تتوقع؟ كابتن كانت الناس بتهاجم الزمالك انه جاب الله بنتاج ينور قبل عليك، اصلا ما بنتاج نشوفه بالفانيلا الله ينور عليك، صراحه يعني. الله ينور عليك. فعشان كده بقول لك لازم طيب الصبر. عندي خبر قد يكون مفاجاه لو تم، او مش خلاص بلاش اقول خبر يعني، احتمال ان بكره القايمه يكون فيها كمان محمود حمدي الونش. حاجة ولا دي سعيدة صدمه دي؟ وحاجة، حاجة لا مش صدمة، لا حاجة يعني لا اقصد بالعكس، مفاجاه يعني. مفاجأة طبعا، ومفاجأة حلوة جدا. يعني احنا كنا، انا كنت متصور لسه الونش قدامه شويه كمان وانا برضو كنت متوقع وكده، صح؟ يمكن انا قابلته من شهرين فقال لي لسه شوية وبتاع، وواحدة واحدة وبتاع، بس حاجة حاجة حلوة طبعا. اكيد انا اتبسطت، انا بلمت، مش بلمت، انا سكت شوية كده، اللي انا اتبسطت ما ان انا ما الواحد انا قال ما انا ما انا 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 برضو يعني مجال الخبر، بس احتمال الونش بيتمرن ونزل تدريب وتمام اموره تمام جدا، يا ريت ده يا بيقولوا ريت هو الراجل ده. متحمس له جدا جدا لا جدا. يا رب، ربنا يبعد عنه الاصابات، لعيب راجل واضافه في مستواه هيبقى اضافه قويه جدا لدفاع نادي الزمالك، للمنتخب كمان طبعا. بالظبط، وان شاء الله يبقى موجود حالي. لا ان شاء الونش الله باذن لعيب الله، محترم ولعيب لعيب راجل، فنيا طبعا 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 لعيب راجل صراحه طبعا. يعني. طب كابتن امير هختم معاك بخبر عندي، انه جوميز في بعض اللعيبه استبعدها من حساباته بس زي مقيده، محمد عاطف، مهاب، سيف، فاروق جعفر، جعفر. يعني في لعيبه كده فعلا احنا بلاش نشوفها يعني. انا هو نيمار مشي ولا موجود؟ والله ما نيمار عارف، راح البنك الاهلي، راح البنك الاهلي. راح البنك الاهلي. نيمار مشي خلاص يعني، في ثلاث اربع، حسام اشرف انا اسف الرابع. لا انا ضد دي طبعا، ضد دي. انت لسه في بدايه موسم، ما ينفعش النهارده ابعد لعيبه من بدايه موسم، لا. وفي الاول والاخر انت بعض الاوقات انت داخل على بطولات كتير، انا طالما لسه اللعيبه هقول لك ده موجوده موسم معاك، طويل. وممكن تحتاجها يعني، انت في عناصر يعني، انت النهارده ممكن تحتاج اصابات، تحتاج لا قدر الله طبعا حد يحصل له طبعا. حاجه، وما ينفعش اقسم الفرقه، خلي بالك دي وحشه مش حلوه. اذا انا اقسم الفرقه يبقى مجموعه معايا ومجموعه بتيجي تتدرب لوحديها، لا دي مش حلوه في بدايه موسم. الناس دي في الاول والاخر عندها عقود، الناس دي موجوده مقيده، يبقى زي ما بياخدوا مرتباتهم وبياخدوا بتاع، لازم يبقوا موجودين في الفرقه ويجتهدوا في التمرين ويبقوا موجودين. لكن انا النهارده الناس تبقى موجوده ويتدربوا لوحديهم وقسمت الفرقه وبتاع، انت السكواد عندك برضو مش كتير يعني، السكواد مش كبير، مش العدد مش كبير، مظبوط. فانت ممكن تحتاج. الحاجه الثانيه انا بالنسبه لي يعني، سيف لعيب كويس ومهاب لعيب كويس، بس انا وحسام، بالنسبه لي حسام أشرف وحسام، فين؟ حسام طبعا لعيب كويس جدا واتمنى ياخد فرصه، ده بس من انا بالنسبه هدافين لي برضو، الدوري. بس انا بالنسبه لي بقى يعني، طبعا بقى محمد عاطف الراجل لعب معاه باك ليفت، وهو مش باك ليفت، وادى، وفي ماتش زد نزل كان هاف رايت جاب جون بتاع الزمالك، ولعيب مبشر ولعيب صغير، ما طلعتوش اعاره، لازم يبقى موجود وياخد فرصه ويكتسب الخبره من بتاع، ولعيب كويس يعني. انا في وجهه نظري لا، لعيب كويس، لعيب كويس. فليه النهارده لعيب صغير زي ده ابعده؟ ليه النهارده ابعد سيف؟ ليه ابعد؟ طب انت النهارده بتبعد سيف، طب جبت سيف ليه؟ ودفعت في سيف فلوس ليه؟ طب دفعت في مهاب ياسر فلوس ليه؟ فلا، ما ينفعش. انا شايف لازم الراجل يضمهم للتمرين ويبقوا موجودين مع الفرقه ويبقوا مع، لكن زمايلي بيتدربوا هنا وانا اتدرب هنا، دي حاجه مش حلوه للفرقه. إيه وسامسونج حتى اذا هتضيف عليهم بقى، ما هو سامسونج كده لا هو الخامس سامسونج بقى موضوع يختلف بقى، سامسونج بقى بس مقيد يا كابتن خلاص، ما بياخد فلوسه، بياخد ما هو مرتبه مقيد، مقيد. ما هو مقيد وكده كده. خلي بالك عايز اقول حاجه عشان بس تبقى عارف، الافارقه والاجانب عامه يعني، قصه اللي هو يتدرب لوحده عشان مثلا ممكن يزهق او ممكن بتاع، لو كان كده كان ممكن من اول الموسم، لكن انت النهارده هو مقيد وبدا الموسم. لا بالعكس، انا الطبيعي يتعامل كويس ويشتغل كويس ويتدرب لا ما هو كويس، انا وبعد قصدي كده بقى كده ان انت استفيد، طالما اي لعيب مقيد عندك استفيد بس منه استفيد طالما بيه لسه على قوة النادي. وهتدفع له، وكده كده هتدفع له مرتبات. يعني حضرتك بتتكلمني على مهاب وبتكلمني على عاطف وبتكلمني على وسامسونج، هو على سامسونج بس سيف عشان انت حضرتك ما ذكرتوش في ال، مين؟ ما ذكرتوش في ال، سامسونج ما سامسونج. ذكرتوش حضرتك في البتاع يعني. لا طالما هو موجود، انا هسألك سؤال، هو مش موجود ومقيد موجود وبياخد ومقيد فلوسه، طبعا، يبقى موجود مع، يبقى موجود مع الفرقه. وده انا بقى اكتر من اكتر مرتبات عايز الفرقة استفيد، كمان. استفيد بيه، مش هلاعبه يا باشا، ينزل يلعب مع الناشئين، ايه المشكله؟ ياخد الماتشات اللي تحت ويطلع فوق وينزل تحت بتاع، طالما مقيد اقدر اعمل اي حاجه. لكن ان انا ابعده واستبعده والحاجات دي لا بالعكس، انت فاهمني؟ ولازم يبقى موجود حد. انت يا استاذ محمد النهارده لما تبقى عايز تفسخ تعاقد او تقنع لعيب،
لازم الطريقه بيبقى في ناس متخصصه في الحاجات دي ولازم انت النهارده اللي تسوقه ولازم انت تدور له اللي هو في الاول والاخر اللعيب مش هيدور على عقود او اللعيب مش هيجيب لنفسه نادي فانت تقدر معلش انت نادي الزمالك النهارده من بدري عندك علاقات في الخليج وعندك علاقات في كنت تقدر تسوقه في ليبيا تقدر تسوقه في الامارات تقدر تسوقه في السعوديه تقدر تسوقه لكن انا استنى الوقت ده كله وبعد كده يتأيد وبعد كده استبعده لما انا تمام. شايف لا ما طبعا. كابتن امير ليه توقعات لماتش الزمالك والبنك؟ ان شاء الله الزمالك هيكسب يعني ان شاء الله الزمالك هيكسب باذن الله وهيكسب باداء كويس ان شاء الله اللي انا يعني بعد كمان عوده عبد الواحد والثلاث لعيبه انا شايف الامور بس هما العوده دي نفسيه مش في الملعب لانه دونجا ومصطفى اعتقد مستحيل يلعبوا بكره يعني بالظبط بالظبط بدايه الدوري والفرقه كويسه بدنيا واقفه على رجليها وفي استقرار الى حد ما فان شاء الله الزمالك بس طارق مصطفى مش سهل كابتن طارق مصطفى طبعا طروقه مش سهل خد بالك مورينو بس الزمالك هيكسب ان شاء الله مورينيو حبيبي كابتن امير انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاراء